أيها الأحباء مباركون، فرصة سعيدة أن نزور الوطن العراق الحبيب، وقد جئت بمهمة في بغداد، إذا احتفلنا بالقداس الإلهي ورسمنا شمامسة لأبرشيد بغداد والبصرة، وقد كلفنا بذلك نيافة المطران مارسيوير وأصحابه. وبما أننا زرنا بغداد رأينا أن نزور سهل نينوى والموصل أيضا لنراكم، ودائما نحن نتتبع أخباركم ونسمع عنكم، ولا بد لي أن أزور بطل القرية الحبيبة السريانية الأصيلة، وأحتفل بالقداس الإلهي للمرة الأولى في هذه الكنيسة. كان زرت الكنيسة، كنيسة مريم العذراء، يوم كنت راهب شرويو مع نيافة المطران المثلث الرحمة ماتيوس فورس لوقا شعيا، كان الاحتفال بمناسبة 100 سنة على بناء الكنيسة، ومن ذلك اليوم لم آتي إلى هذه الكنيسة، لكن كان في قلبي أن أزور هذه القرية وأحتفل بالقداس الإلهي في هذه الكنيسة المباركة، لأنني أشعر بالانتماء إلى أبناء شعبي في أي مكان. كل العراقيين هم إخوة وأبناء لي. أفتخر بكم أيها الأحباء لأنكم تحافظون على التاريخ وعلى التقليد، وخاصة على اللغة السريانية الحبيبة، لغة سيدنا يسوع المسيح، وتتكلمون بها. يعني الأعداء الذين هجروكم أرادوا أن يمحوا تاريخنا ويمحوا وجودنا ويقضوا أيضا على مسيحيتنا، لكن المسيح له المجد المتأصل في قلوبكم. استطعتم أن تهربوا مثل ما قال السيد المسيح: إذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى أخرى. هربتم، هذا شيء من الشجاعة طبعا، لأن يعني إنسان ما ممكن أن يقدم رقبته للاستشهاد إلا أن أجبر عن ذلك كمسيحيين. بما أن الهرب كان وسيلة لنجاتكم فخير ما فعلتم، وأخذتم معكم المسيح الذي كان في قلوبكم. نعم تألمتم، بكيتم، حزنتم، عشتم أيام صعبة، أغلبكم نام في الفضاء في العراء بحر الصيف برد الشتاء، ولكن ثقوا، كان المسيح يحميكم، كان المسيح يقويكم، فبقيتم مؤمنين وأيضا محافظين على إيمانكم وعلى تراثكم ولغتكم السريانية الحبيبة وطقوس كنيستنا المقدسة. كل ذلك يجمعنا ويحفزنا ويقوينا هو المحبة، مثل ما سمعتم الإنجيل المقدس في الذي تلي في بداية القداس الإلهي، كان الفريسيون يجربون المسيح، يقولوا له أي شيء وأي وصية هي عظيمة في الناموس، حتى يمكن يعتبرون المسيح هو ضد الناموس ضد الديانة اليهودية، فأرادوا أن يمسكوا مستمسك عن المسيح، ربما يقول لهم شيء آخر، لكن يقول لهم ما جاء في الناموس في سفر التثنية الإصحاح السادس، يقول لهم: تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك. لأن المحبة هي الأساس في خدمتنا لله، بدون محبة نحن لا نستطيع أن نصلي، لا نستطيع أن نرى الله، لا نستطيع أن نعبد الله، لأن المحبة من القلب، يقول له من كل قلبك، لأنه من القلب تخرج كل المشاعر والعواطف. الإنسان حتى الأفكار، يقول السيد المسيح، من فضة القلب يتكلم اللسان. في مكان آخر يقول الرب للإنسان: يا بني أعطيني قلبك. القلب هو الشيء المهم في حياة الإنسان، إذا يشد القلب يشد الإنسان.
القلب إذا تقسى هناك إجرام، القلب إذا كان محب هناك حياة. أي مشكلة تقع بين الأحباء، بين الأقرباء، في الكنيسة، في خارج، لما تكون المحبة، لما يكون هناك أصحاب محبة، حالا تنتهي هذه المشكلة. لكن لما تنتهي المحبة من قلب الإنسان راح يصير الغضب، الحقد، الكراهية. ونحن مسيحيين الشيء اللي يميزنا عن الآخرين هو المحبة. يسوع المسيح يقول وصيتي الجديدة أن يحب بعضكم بعضا. المسيح ما طلب شيء آخر، ما قال لهم اعبدوني مثلا، ما قال تعالوا قدموا تبرعات لي، ما قال إنه أنتم روحوا بشروا باسمي فقط، لكن قال تحبوني وتحبون بعضكم البعض. هي المحبة كانت أساس بناء الكنيسة المسيحية. بدون المحبة لفشلت الكنيسة. لو نقرأ في سفر الأعمال الرسل في بداية المسيحية كان المسيحيين مجتمعين على بعض، مثل ما سمعتم قراءة سفر الأعمال في البداية يقول في أنطاكيا دعي التلاميذ مسيحيين، يعني نحن صرنا أتباع المسيح وسمينا على اسم المسيح في أنطاكيا اللي نحن كرسينا هو الكرسي الأنطاكي. فكان الغرباء من الوثنيين واليهود كان يحسدون التلاميذ والمسيحيين، كانوا يقولون انظروا كم يحبون بعضهم بعضا، يحبون بعضهم بعضا. ليش؟ لأنه كانوا متمسكين كقلب واحد، يجتمعون معا للصلاة، يأكلون الطعام كلهم مع بعض، إذا كان فقير يساعدونه، إذا كان مريض يحاولون يشافونه، إذا كان واحد كئيب أو حزين يعزونه. هكذا كانت المسيحية، هكذا نشأت المسيحية في البداية، وهكذا هو علمنا المسيح. فلهذا يقول يسوع، يقول أعظم الوصايا هي أن تحب الرب من كل قلبك. إذا دخل شيء آخر في قلبنا، محبة أخرى، ما نستطيع أن نكون مخلصين للرب، ما نستطيع أن نكون نحن محبين للرب، راح تتعثر. مثل ما قال السيد المسيح في مكان آخر، لا يقدر أحدكم أن يعبد ربين، إما الله وإما المال. شوفوا، إذا الإنسان فكره يروح على المال مثلا، خلاص الله ينتهي من حياة الإنسان. مشاكل الحياة كثيرة أيها الأحباء، نعرف العيشة صعبة، لكن الإنسان اللي يتكل على الله، الإنسان اللي يضع الله في داخله، اللي يكون هدفه روحي، نشوف هاي الأمور الصعبة راح تكون سهلة. صدقوني ماكو إنسان ينام جوعان إلا والله يبعث لذلك الإنسان خبز وماء. الله يسخر الناس حتى واحد يساعد الآخر. لكن نحن لما نفكر بالخبز مثلا، ايش بدي ناكل، ايش نشرب، ما حنشوفه، راح نتعذب لما نشوف الخبز. لكن الإنسان تكون نيته صافي، تكون نيته مع المسيح، محبة خالصة للرب، يتوفر الرب، يسخر ناس ويقدمون الخدمة. نشكر الله نحن مسيحيين، عندنا الكنيسة، الكنيسة تساعد. يعني أيام الاضطهاد، أيام الهجرة، من وقف مع المسيحيين؟ الحكومة كانت بعيدة، المنظمات هذول اللي جوا من الخارج كلهم عندهم غايات، أجندات، لكن الكنيسة وقفت مع المؤمنين، هي اللي حاولت تساعد الناس. لهذا أيها الأحبة، مثل ما يوصينا يسوع أنه تكون المحبة، محبة الله هي الأولى في قلبنا. ثم يقول وتحب قريبك كنفسك. هذا هو أساس البناء. العائلة الواحدة، العائلة المسيحية، ما ممكن أن تنجح أو ينبني البيت إذا ما تكون محبة. يعني الأب يحب الأم، المرأة تحب زوجها، الأب والأم يحبون الأولاد، الأولاد يحبون الأب والأم، هكذا تنجح العائلة. وطبعا مهمة كبيرة على الآباء أن يعلموا أولادهم عن المحبة، يزرعون المحبة في قلوبهم. بعدين أكثر من ذلك، الأهل لازم يوصون أبنائهم تحبون أقاربكم، ابن عمك، ابن خالك. والمسيحية ما تقف عند هذا الحد، وتعلموا أيضا تحب جيرانك، تحب صديقك. والمسيحية ما تقف عند هذا الحد، يقول له تحب كل إنسان حتى عدونا. من يحب عدونه؟ ماكو حد يحب عدونه، صعب.
لكن لما نحن عندنا حب المسيح في قلوبنا، لأنه ما ممكن الإنسان يكون عدو الإنسان، هو العدو الأول للإنسان هو الشيطان. الإنسان ما ممكن يكون عدو. ممكن الإنسان يدخل الشيطان في قلبه، يدخل الغضب في قلب الإنسان يصبح عدو. لكن نحن شلون نكسر العداوة؟ بالمحبة. لما أنا هذا عدوي اللي يأذيني أقول تعال يا أخي أنا أتصالح معاه، ما يخالف، حتى لو هو تعدى علي. شوف إنه نحول العداوة إلى محبة. ولهذا يقول السيد المسيح أحب أعدائكم، أحب قريبك. حتى اللي أذونا نحن المسيحيين أذونا وشردونا، مثل ما يقول رسول بولس إذا جاع عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقيه، يقول لا يغلبنك الشر بل تغلب الشر بالخير. يقول بعملك هذا تكسب أجر وتجمع نار على رأس ذاك الشخص. ها هي المسيحية. لكن يا ترى من يطبقها؟ يمكن رجال الدين ما يطبقوها، لا قس ولا مطران. يمكن الشماس ما يطبقها، الشمازات المؤمنين ما يطبقوها. لكن هو هذا الأساس. ها هي المسيحية. نحن عشان نقدر نحب بعضنا، عشان نقدر نعيش بمحبة، ونحن راح نكون الناجحين. السيد المسيح لما ذاك سأله الشاب عن الحياة الأبدية يقول له تحب قريبك، يقول له منو قريبي؟ هو اليهودي يعني؟ قالوا لا. جاب له مثل السامري الصالح اللي هو يعتبر عدو لليهود، واليهود أعداء للسامريين، وهذا اليهودي عمل خير مع السامري وشفانه. قال له هذا هو القريب. إذا قريبنا ما هو أخوي وابن عمي أو ابن خالي أو جيراني، لا، كل إنسان يحتاج مساعدتنا، يحتاج مساعدة، هذا هو قريبنا وهذا هو حبيبنا وهذا هو ديننا وهذا هو إيماننا. نحن كمسيحيين أن نحب بعضنا البعض. لهذا أقول أيها الأحباء، الرب يبارك بكم جميعا، أن تكون المحبة دائما في قلوبنا، ونحب بعضنا ونحب كل إنسان. لأن الحياة هذه الأرض الحلوة بدون محبة نشوفها جحيم، نشوفها سوداء، لكن بالمحبة نشوف كل شيء جميل، كل شيء حلو، كل شيء ينعش الإنسان. هذه هي مسيحيتنا. فرحت كثير أن أقدس هذا اليوم وأشوفكم. طبعا لابد لي أن أشكر الأب الخوري أبونا قرياقوس كاهن الكنيسة، وأبونا أفراح الغائب الذي اعتذر عن الحضور، والشمامسة والشماسات. وأقول للشماسات والشمتات أهنيكم، رتلتم.